زار الجولان المحتل وفد من هيئة العمل الوطني في القدس، شملت العديد من الشخصيات والقيادات الوطنية للتضامن مع أسير كلمة الحق المناضل صدقي المقت ورفض الحكم الجائر بحقه، للتأكيد على وحدة مصير الشعبين الفلسطيني والسوري. ليس غريب على هذا الاحتلال أن يقوم يحكم على مثل أخ والرفيق صدقي بهذه الأحكام الشانعة التي لا يقبلها أي إنسان في العالم كله. نحن نقول النازيون الجدد تكمن في إسرائيل في قتل وخطف واستشهاد الشهيد محمد وحرق الشهيد محمد أبو خضير وهو حي. رسائل متعددة أكد عليها الوفد المشارك، أهمها وقوفه إلى جانب مشروع التحرر لأبناء الجولان المحتل، جسد من خلال تمسكهم بهويتهم العربية السورية ودعم سوريا حتى انتصارها على الإرهاب المدعوم من الكيان الصهيوني. زيارتنا للجولان العربي السوري المحتل وتحديدا في بيت البطل صدق المقت ليس فقط للانتصار لحرية وبطولة رفيقنا البطل صدقي، إنما لتجديد إعلان موقفنا من العدوان الغاشم على سوريا. ما تتعرض له سوريا اليوم من هجمة استعمارية الهدف منها تصفية الوجود القومي في سوريا، هدفها النهائي هو تصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني. تستمر الوفود المتضامنة بالتعبير عن اعتزازها بالقائد المناضل صدقي المقت، حيث أشادت الكلمات بمسيرته النضالية داخل سجون الاحتلال واستمراره بعد تحرره بطريق المقاومة والدفاع عن تراب سوريا، وذلك من خلال فضح دعم الإرهاب من قبل الكيان الصهيوني. يؤكد أبناء القدس المحتلة أن المناضل صدقي المقت قضية بحجم وطن والتضامن معها واجب وطني، ويطالبون بالعمل على إطلاق سراحه بكل السبل. للإخبارية السورية عماد المرعي، الجولان السوري المحتل.